السلام عليكم، مرحبا بكم في محاضرة جديدة. اليوم راح أشرح لكم موضوع النيورو أناتومي أو التشريح للجهاز السمبثاوي. طبعا قبل ما راح أشرح هذا الجزء بس راح أشرح مقدمة بسيطة. الجهاز العصبي يتكون لنا من الموتور والسنسري، يعني الجهاز الحركي والجهاز الإحساس. طبعا الموتور راح ينقسم إلى سوماتيك، يقصد بالسوماتيك هو الإرادي اللي مثل العضلات الهيكلية، والأوتونوميك أو اللا إرادي مثل إيش؟ مثل عضلة القلب والسموث مصل خلايا الملسان مثل الموجودة في الأمعاء، وأيضا الجلانس أو الغدد. فهذا الأوتونوميك راح ينقسم إلى قسمين، سيمباثاتيك وبارا سيمباثاتيك. احنا مثل ما نعرف انه كمثال القلب، مرات القلب الهارت ريت او دقات القلب تزداد ومرات تنخفض، مرات مثلا يزداد عندنا التعرق ومرات ينخفض. فبذلك اكو جهازين لا اراديين يسيطرون على الجسم، واحد يرفع واحد يخفض، فبهذا الشكل واحد يرفع ضغط الدم واحد يخفض ضغط الدم كمثال. طبعا أنا سميت السمباثيتك الجهاز القوي، ليش؟ لأنه هو اللي يرفع الهارت ريت أو دقات القلب، وبالتالي هو أيضا اللي يقلص الأوعية الدموية ويرفع ضغط الدم، وأيضا هو اللي يعمل على توسيع بؤبؤ العين أو pupil dilation، وأيضا هو اللي يؤدي إلى التعرق. حتى تحفظوه اتذكروا شخص ده يركض وراء أسد، إيش راح يصير عنده؟ طبعا هذا يسموه أيضا fly or fight، يعني اهرب او قاتل. ليش؟ لانه لنفرض لو شخص ركض وراء اسد ايش راح يصير؟ راح يرتفع الهارت ريت، راح شو يصير؟ راح يرتفع ضغط الدم، راح يقل عنده او بالعكس اسف راح بؤبؤ يتوسع حتى يقدر خلينا نقول يشوف بطريقه اقوى، وايضا راح يصير عنده sweating او تعرق. فهذا السمباثيتك. الباراسمباثيتك راح يقل عندنا الهارت ريت عكسه، وراح احنا الدم راح يروح الى الجهاز الهضمي اكثر، لان هذا السيستم للراحه، فانت من ترتاح راح تهضم الطعام. هنا الدم راح يروح اكثر للمسلز لان حتى تحتاج لطاقه، هذا اللي هو القوي، وايضا راح يقل عندك التعرق في حاله الراحه. فهذا الجهاز القوي وهذا الجهاز خلينا نقول الضعيف او عنده الراحه، فهذا السمباثيتك والباراسمباثيتك. الان نجي على النيورو اناتومي للسمباثيتك او تشريح هذا الجهاز. طبعا بقيه المسائل المتعلقه بالسمباثيتك ان شاء الله اشرحها في فيديوهات قادمه. السمباثيتك يتكون من شنو؟ الجهاز البثاوي هو جهاز لا ارادي، يتكون من ايش؟ من اعصاب خارجه من الحبل الشوكي، طبعا هذا الدماغ البراين وهذا السباينال كورد او الحبل الشوكي. هنا الحبل الشوكي متقسم عدة تقسيمات على حسب الفقرات الموجودة القريبة منه. فالمنطقة اللي بها الفقرات العنقية سموها السيرفيكال، والمنطقة اللي بها الفقرات الصدرية سموها الثوراسيك، والمنطقة القريبة على الفقرات القطنية سموها اللمبر، وطبعا اكو ساكرال المنطقة القريبة على الفقرات العجزية. الجهاز السمبثاوي يشمل ال جزء من السباينال كورد او جزء من الحبل الشوكي القريب من منطقة الثوراسيك من T1 الى منطقة اللمبر L2 على مستوى الفقرة L2. هذه المنطقة هي منطقة السمباثاتيك، فهذا لازم نميزه. طبعا الباراسمباثاتيك يختلف لان يطلع من البراين ستيم وايضا يطلع من المنطقة العجزية، فهذا الاختلاف هنا بين السمباثيتك والباراسمباثيتك بالنيورو اناتومي. هنا انا اتكلم على السمباثيتك، تذكروا هذا الجهاز السمبثاوي. فالان قلنا عليه قوي. فالان لو تلاحظون اني هاي الالوان سويتها بهذا الشكل، هذه لدلاله معينه. ليش؟ هنا عندنا الجهاز السمبثاوي لما يخرج كل مستوى فقرات راح تنطي اعصاب معينه تغذي اعضاء معينه، وبذلك لو صار عندك خلل في مستوى معين من الفقرات راح تتأثر أعضاء خارجة أو أعضاء متغذية من هذا المستوى. فلذلك من المهم نعرف أي مستوى عندنا أو أي جزء من السباينال كورد مسؤول عن أي عضو. إضافة إذا تشوفون هذا الخط الطويل الراسمة، هذا عبارة عن إيش؟ ما يسمى بالسمباثيتك جانجليون أو العقد السمبثاوية. هذه العقد السمبثاوية هي عبارة عن شريط
في يحتوي على قسم من عنده، طبعا مو كله، على عقد يرتبط او ترتبط به الاعصاب الخارجه، الاعصاب السمبثاوي الخارجه من الحبل الشوكي راح ترتبط بها، وراح بعدين تخرج وترتبط بالاعضاء البقيه. طبعا هنا لازم تعرفون مبدا مهم، اللي هو مبدا انه ايش وقت نسمي جانجليون او ايش وقت نسمي عقده؟ لما هنا عندنا عصب خارج وهنا عندنا خليه ثانيه راح تتشابك ويا العصب هذا الاول وراح تخرج، هذه منطقه التشابك راح تسمى جانجليون. يعني هذا عصب لنفرض، وهنا عندنا خليه، خلينا نخلي هذه تكون اوضح، خليه فتشابكوا الان، هذه سميناها جانجليون. اما لو مر العصب بهذا الشكل فهذا، او فقط مر من هذا المكان بدون ان يحصل تشابك، هذه ما تسمى جانجليون. اول جزء من هذه السمباثيتك جانجليون او سمباثيتك تشين، حلقة السمبثاوية، أول جزء يصير فيه تشابك، أما البقية فقط منطقة مرور للأعصاب ليست أكثر، والآن راح تشوفوها بالتفصيل، ولذلك راح نشوفها، راح أرسمها بألوان مختلفة حتى تفهم أكثر. طبعا هو شوية موضوع معقد ويراد لأكثر من مرة تراجعه أو تعيد الفيديو أكثر من مرة، ربما يلا تقدر تسيطر عليه، لكن إن شاء الله راح أشرحها بطريقة تقدر تفهموها. فهذه هنا نكتب sympathetic chain، خلينا نكتبها بهذه الطريقة، sympathetic chain، أو نقدر نكتب sympathetic ganglion، يعني نفس الشيء، أو الحلقات السمبثاوية أو السلسلة السمبثاوية. هذه مرات يسموها بارا فيرتبرا، ليش؟ هذه الحلقة أو هذه السلسلة السمبثاوية موجودة على طرفي الحبل الشوكي وعلى طرفي الفقرات، وبالتالي يسموها بارا فيرتبرا أو حول الفقرات، يعني معناتها موجودة قريبة من السباينال كورد. فبس حتى لا تخربطون، شيء بسيط. الآن أول مجموعة T1 T2 T3 T4 راح تنطينا أعصاب، هذه الأعصاب راح تروح وتجي ترتبط في هذا الجزء. طبعا هذا الجزء من السمباثيتك تشين لو نجي نحطه يم السباينال كورد راح يكون قريب عن المنطقة العنقية، فلذلك هذه المنطقة سموها السيرفيكال جانجليا أو العقد الرقبية أو في منطقة الرقبة، لأنه راح تكون في منطقة الرقبة أو منطقة السيرفكس. هذه العقد كلش مهمة، والآن راح تفهمون أهميتها من راح أدقق بشرحها. الآن لو حبينا نرسم الأعصاب الخارجة، طبعا هنا أنا راح نرسم نقطة التقاء الآن، راح تلاحظون أنه أكو منطقة تشابك عصبي، وهذه جانجليون حقيقية لأنه صار فيها منطقة تشابك، فهذه تسمى بالسيرفيكال جانجليا أو العقد الرقبية. طبعا هنا لازم تلاحظون أنه عندنا وحدة تكون عالية ووحدة في الوسط، أو مو وحدة، يعني قسم يكون عالي وقسم يكون في الوسط وقسم يكون في الأسفل، ولذلك أطلقوا عليها superior، وراح ارمز له في حرف S اي الفوق، وميديال M، وانفيريور بحرف I. superior cervical ganglia، وميديال cervical ganglia، وانفيريور cervical ganglia. فالان هذه السيرفيكال جانجليا المن راح تغذي؟ راح تنطينا اعصاب تغذي العين، وايضا راح تنطينا اعصاب تغذي الخلايا الدمعية واللاكرمال جلاند، وأيضا السيليفري جلاند الخلايا اللعابية، وأيضا تغذي الخلايا العرقية في منطقة الوجه. وأيضا هنا نلاحظ أنه عندنا من عندها راح تخرج إلى كل من الرئة والقلب، ويصير بيناتهم منطقة تشابك، هذه يسموها الكارديو بولمناري بلكسز. يعني شنو نقصد بكارديو بولمناري بلكسز؟ ما راح اكتب على مود المكان اللي يتشوه. الكارديو بولمناري بلكسز معناها انه ظفيره القلبيه
تنفسية وظهيرة قلبية رئوية. ليش تصير تشابك أعصاب خارجة للقلب وللرئة مع بعض؟ سموها بظفيرة، كأنه ملتفة حول بعض مثل ظفيرة، وبالتالي سموها كارديو بولميناري بلكسس. فهذه راح تغذي القلب والرئة. الآن عرفنا. طيب شنو أهمية هاي السيرفيكال جانجليا؟ لما قلت لكم إن هذه السيرفيكال جانجليا موجودة في منطقة الرقبة، لو تعرضت الرقبة، وبالأخص السوبيريور سيرفيكال جانجليا، لو تعرضت الرقبة لإنجري أو لحادث معين مثل تروما، روضه، او مرات عندنا هنا طبعا تكون الرئه على الجهتين، وهذا يكون القمه للرئه، فلو صار عندنا سرطان في قمه الرئه ممكن ياثر على هذه الجانجليون، وبالتالي راح يؤدي الى تدمرها، وراح تصير عندنا حاله يسموها هورنر سيندروم. شنو هذه هورنر سيندروم؟ هذه حاله لما تتاثر الجانجليا، وبالتالي راح تتأثر الأعصاب الخارجة للوجه والعينين، فبالتالي راح نشوف أعراض معينة. احنا مثل ما نعرف انه السيمباثاتيك مسؤول عن ايش؟ توسع العين. فلو تدمر الآن العين ما راح تقدر تتوسع، فراح يصير بها حالة يسمون مايوسيس او بيوبولري كونستركشن، اي تضيق حدقة العين، مايوسيس. طيب ايضا راح يصير عندنا حاله يسموها انهايدروسيس، او عدم التعرق في الجزء المتاثر من السمباثيتك جانجليون، لانه او جزء من الوجه اللي تتاثر به السمباثيتك جانجليون، لانه هذا السمباثيتك جانجليون هي مسؤوله ايضا عن التعرق، لان قلنا الجهاز السمباثي هو مسؤول عن التعرق، فراح يتاثر لنا هذا الجزء وما راح يصير به تعرق، فراح نشوف انه غياب التعرق انهايدروسيس ومايوسيس تضيق حدقه العين، وراح نشوف ايضا بتوسيس. شنو معناه بتوسيس؟ تدلي جفن العين. ليش يصير عندنا؟ لأنه عندنا العصب الأوكليوموتر أو عصب الثالث من الأعصاب القحفية أو الكلينيال نيرفز، هذا يروح إلى العضلة المسؤولة عن الجفن. جزء من هذا العصب الرايح راح يتشابك ويرتبط مع جزء من الأعصاب الخارجة من الجهاز السمبثاوي من هذه السوبيريور جانجليا، وبالتالي لو تأثرت فما راح يقدر هذا العصب، بالتالي راح يصير عندنا بتوسز أو تدلي في العين. طبعا هذا شرح مبسط للحالة، هي شوية أكثر تعقيد، لكن ما ردت أدخل بتعقيد أكثر إلها. فهذه الهورنر سيندروم. الآن المجموعة الثانية من الأعصاب الخارجة من الـ T5 T6 T7 T8 T9، ولو رسمناها بهذا الشكل راح ترتبط، طبعا هي راح ترتبط بعدين، لكن انا فقط للتسهيل ربطتها من الان حتى فقط نفهم. فهذه الاعصاب فقط راح تفوت وتمر من السمباثيتك تشين دون ان تكون جانجليا هنا. طيب اين راح تكون الجانجليا؟ راح تكون على جدار الابهر الاورتا. هنا أنا معلومه لازم تعرفوها، طبعا بالحاله الاناتوميه او بالحاله التشريحيه هذه السمباثيتك تشين راح تكون قريبه من السباينال كورد، والأورتا راح يكون قدام السباينال كورد، فهي بالتالي راح تكون فقط إلى الأمام جتي وكونت جانجليون، لكن أنا للتبسيط رسمتها بهذا الشكل. فالآن لنفرض أنه الأورتا بهذا المكان، فهي راح تجي وين؟ راح تشتبك مع جزء هنا، وراح يسوي لنا حالة اشتباك، فالجانجليون راح تصير على جدار الأورتا، طبعا راح تكون على جدار الخارجي للشريان الأبهر اللي راح يكون امام السباينال كورد، فراح تكون على الجزء الخارجي هذه المره للشريان الابهر. طيب هذا الجانجليون المن راح تنطي اعصاب، او هنا هذه المنطقه من التي 5 الى التي 9 راح تنطينا الى الكبد، راح تنطينا الى المعده، راح تنطينا الى، خلينا نرسمه بهذا الشكل، الى السبلين او الطحال، ايضا راح تنطينا عصب الى البنكرياس، طبعا هنا مراسم البنكرياس، ايضا راح نشوف انه تعطينا عصب الى البنكرياس، وراح ارسم عصب بلون ثاني حتى فقط تميزون من تي 9 بهذا الشكل، راح يمر دون ما يكون تشابك مع هذه الجنجليا، راح يمر راسا من جدار الاورتا، راح يروح الى الادرينال جلاند، وهذا مهم، فراح تكون الادرينال جلاند كانه هي الجانجليون هنا، يعني ما عندنا جانجليون على الاورتا، وهذا مهم، يعني يحفز الادرينال جلاند اللي هي جزء من الجهاز السمبثاوي اللي تفرز الادرينالين
اللي هو أحد النواقل العصبية في الجهاز السمبثاوي، فهذا مهم. فإذا تشوفون هذا العصب اللي خرج بهذا الشكل هنا، هذه المنطقة أو هذا الجانجليون قريبة للسيلياك ترانك أو السيلياك آرتري، اللي هو مجموعة أو شريان السيلياك اللي راح يخرج ويتفرع بعدين، فتكون قريبة، ولذلك سموها السيلياك جانجليون جانجليون أو العقد السيلياك في منطقة السيلياك. فهذه العقدة تسمى السيلياك جانجليون. طيب هذا المجموعة الأعصاب أو هذا العصب المار بهذا الشكل ايش راح يسموه؟ هذا له تسمية، هذا العصب له تسمية، شوية تسمية تكون صعبة. فالآن راح يسموه سبليكنيك نيرف. سبليكنيك معناها حشوي، طبعا حتى تحفظوه هو صعب. فالسبليكنيك سبليكنيك اختصرته بطريقة تسوي لينك، سبليكنيك. طبعا انا اعرف طريقه مو سهله وما لها يمكن هالقد علاقه بالجمله، بس حتى تحفظوها، واللي عنده طريقه احلى او جمله اكثر اسهل نقدر نحفظها بها فيا ريت يكتبها بالكومنتس. فهذا سبليكنيك نيرف. طبعا كل الشيء يسموها الاعصاب الخارجه راح تسمى سبليكنيك، فقط الفرق انه اول واحد راح يسموه الكبير فراح يسموه جريت سبليكنيك نيرف، فهذا راح نرمز له بيه. خلي ارسم هنا، انا اكتبه بهذا الشكل، فهذا راح يسمى ب great splenic nerve. great طبعا splenic نسبيها شوية صعب، splenic nerve. great splenic nerve. great splenic nerve. طيب المجموعة من T10 و T11 و T12 راح تخرج أيضا نفس الحالة، طبعا راح تمر دون أن تكون تشابك بهذه المنطقة، وراح تمر وراح تجينا وتكون لنا تشابك على عقدة موجودة في الأورتا اللي اسمها طبعا هنا أنا اسمها ميزنتريك جانجليون، ميزنتريك جانجليون أو سوبيريور ميزنتريك جانجليون، لأنه نسبة إلى الميزنتري اللي يحيط بالأمعاء أو الغشاء المساريق اللي يحيط بالأمعاء، فسموها ميزنتريك. طبعا ليش سموها سوبيريور؟ لأنه تكون عالية، ما دام أكون سوبيريور إذا أكون فيريور، وبالفعل هو أكون فيريور ميزنتريك جانجليون. هنا نتكلم عن السوبيريور، هذه السوبيريور راح تنطينا تعصب او راح تنطينا تعصب سمبثاوي، واعصاب راح تروح الى الامعاء الدقيقة والغليظة. طبعا هنا ملاحظة انه السيليا جانجليون راح تنطي ايضا الى جزء من الامعاء الدقيقة، لكن ما رسمته، لكن فقط تعرفون انه ممكن الى جزء قليل من الامعاء الدقيقة، لكن اكثر التوعي للامعاء راح يكون عن طريق هذا الخارج من T10 T12 و T11، وراح ينطينا الى الامعاء، طبعا ما عدا منطقة الركتم، ما عدا منطقة الركتم في الامعاء راح ينطينا كل هذه المنطقة ما عدا منطقة الايش الركتم في الامعاء. طبعا هسه راح تقولوا لي بعد من ينطي منطقة الركتم، هسه نجي بالشرح. ما دام هذا اسمه great splenic nerve، هذا راح يكون اصغر فراح يسمى ب lesser splenic nerve، lesser او يعني الاقل، خلينا نقول splenic nerve lesser splenic nerve. فاذا هذا lesser splenic نيرف. طيب الآن بقالنا المجموعة الأخيرة اللي تخرج من منطقة اللمبر، اللي راح تجي وتعمل تشابك عصبي لهذه المنطقة، وراح تسمى بإنفيريور ميزنتريك جانجليون، وهذه راح تنطينا تعصب للجينيتال تراك أو الكونجينيتال تراك، للمسار التناسلي
وللجينيتاليا للأعضاء التناسلية، وأيضا راح تنطينا للمثانة البلادر، طبعا هذا هنا مثلا الرحم في المرأة، هنا التستيكلز كمثال في الرجل، على كل. وأيضا راح تنطينا إلى منطقة الريكتم، منطقة الريكتم اللي قلنا ما تنطيها. فبالتالي لو صار عندنا مشاكل في الجهاز البولي، أو عندنا مثلا سلس في البول، ممكن عندنا مشاكل في منطقة اللمبر ريجن، لأن الجهاز السمبثاوي هو الذي يعمل على حصر، أو أنه السفنكترز أو العاصرة تنسد، وبالتالي الحفاظ على عدم التبول اللا إرادي. وبالتالي لو صار عندنا مشكلة بالمنطقة ال L2 أو L1، راح يصير عندنا ممكن مشكلة ويصير عندنا تبول لا إرادي أو urinary incontinence. فهذا مثال. طبعا هذا راح يسمى هنا هذا ال inferior، هنا طبعا مكتبتها، هنا هذه ال superior، هذا طبعا راح يسمى ب لمبر سبليكنيك نيرف، وهذه راح تسمى ب انفيريور ميزنتريك جانجليون، وهذه راح تسمى ب سوبيريور ميزنتريك جانجليون. هذه تسمى بـ superior mesenteric ganglion وهذه inferior mesenteric ganglion. فهذا بشكل بسيط النيورو اناتومي للسمباثيتك سيستم. ان شاء الله في بقية الفيديوهات اشرح بقية اجزاء او النيورو ترانسميترز وغيرها، وبعض الأدوية اللي ممكن تشتغل على الجهاز السمبثاوي. شكرا لاستماعكم، والقاكم في فيديو اخر. يلا سلام عليكم.